هذا يسأل عن أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفر. إن كانت البلاد التي تصدر اللحوم وثنية، بلاد وثنية، فلا يجوز أكل اللحوم الواردة منها. أما إن كانت كتابية وعلمنا أنهم يذكون على الطريقة الشرعية فزكاتهم حلال، لحومهم حلال، إذا كانوا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وكانوا يذبحون على الطريقة الشرعية فلحومهم حلال بالإجماع، قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد ذبائحهم، المراد ذبائحهم. نعم.